السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم تتمه ديال الفيديو السابق اللي كنا في مولا يعقوب. خدينا تاكسي من مولا يعقوب تر فاس في المحطه بوجلود، خدينا تاكسي اخر باش يوصلنا لسيدي حرازم، والثمن ديال الطاكسي 12 درهم للشخص. حنا دابا غنشدو الطريق ان شاء الله، ملي نوصلو نكملو الفلوق ديالنا. وصلنا دابا لسيدي حرازم كما كتشوفوا، والدنيا باقا خاويه، ما كتعمرش الدنيا حتى كتوصل هذيك الخمسه سته، حتى كيبرد شويه الحال. هاد الوقيته كتكون الشمس حاره وكان الجو سخون بزاف، والمحلات راه حالين، غير هي الدنيا كتبقى باقا خاويه كما قلت لكم، الحال سخون. وصلنا لسيدي حرازم، كتهبطوا بعد هاد الدريجات، كاينين المحلات بزاف اللي كيبيعوا هكا لي زاكسيسوار ولي سوفونير. وهذه هي البلاصه اللي معروفه بها سيدي حرازم، هذا هو العين. صلحوه ما بقاش كي كان، جددوه كما كتشوفوا، ولا بحال الكاروبينيات. وكاينه بلاصه اخرى عاوتاني بحالها غنديكم ليها. ودابا غنمشيو ان شاء الله، نمشيو للمنزه ديال سيدي حرازم، معروف حتى هو هنا، كاينين بيسينات ديال النساء، وكاين ديال الدراري الصغار، وكاين مخلط. المهم نهبطوا ونكتشفوا مع بعضياتنا. وصلنا دابا المنزه ديال سيدي حرازم بعد ما جبنا الجوله في الساحه. هبطنا مع الدريجات كما شفتوا في الفيديو باش دخلنا المنزه. المنزه راه كبير وفيه بيسين ديال العيالات، وكاين بيسين مخلط، وكاين ريستورون اللي بغى يتغدى. بالنسبه للاثمنه كما شفت في الطابلو، دايرين بالنسبه للنساء دايرين لهم 50 درهم للدخله، والدراري الصغار 20 درهم، وكنظن الكبار دايرين لهم 80 درهم. غنجيبو هنا جوله ومن بعد نتغداو، خليكم معايا. Thank you.
درنا جولة في المنزه، خرجنا في داك الباركينغ كتجيو كتلقاو واحد السوق بحال هكا صغير كيما اللي شاركت معاكم، وهنا المحطه الثانيه اللي تيكون فيها حتى هي الما كيما بان لكم، حتى هي بحال داك العين اللي شفتوها حتى هي جدوها. وكاينه هنا جرده كبيره تتكون عامره حتى هي، كيجلسوا فيها الناس كيدير كيحطوا الباراسولات كيفرشوا هكا زربيه، والمخده كيما كيبان لكم كتعمر الدنيا حتى العشيه، حتى كيبرد الحال شويه. وكاينين الالعاب ديال الدراري الصغار كما كيبان لكم، راها جرده كبيره بزاف. سالينا الجوله ديالنا في سيدي حرازم، وغندوزو دابا ناخذ وجبه ديال الغداء. جينا هنا الريستورون اللي كاينه في المنزه. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه كما كيبان لكم في الموني اثمنه ري المناسبه. غنتغداو وغنشارك معكم الغداء، وخليكم معايا مع تتمه ديال الفلوغ. سالت الجوله ديالنا في سيدي حرازم، وشدينا طاكسي ورجعنا للوطيل، وكملنا نهارنا في البيسين. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله، وخليكم معايا فيديو جاي ان شاء الله مدينه اخرى.